يقول: نرجو أن تبينوا لنا الأرحام الذين تجب صلتهم، ولي أقرباء أو أنساب منذ 3 سنوات وهم يؤذونني ويسبونني، وكلما أحاول التقرب إليهم لكنهم يبدون لي الحقد والكراهية، ونصحتهم كثيرا دون فائدة، فبماذا تنصحني وهم أناس منافقين أمام الناس؟ الأقارب والأرحام هم الذين تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأجداد والجدات والأخوال والخالات، بني الإخوة بني الأخوات، أولاد البنين أولاد البنات، كل من تربطك قرابة به من جهة الأب أو من جهة الأم فهو من ذوي الأرحام، وعليك أن تحسن إليهم وتبدأ بالأقرب فالأقرب منهم. وما ذكرته من أنك تحسن إليهم وهم يسيئون إليك، فهذا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، فقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير، فعليك أنك تحسن إليهم وتؤدي الحق الذي عليك لهم، وأما هم فهم مسؤولون عن حقك عليهم، أنت مسؤول عما عليك وهم مسؤولون عما عليهم. نعم، واصبر، عليك بالصبر. نعم.